ما هي الرخصة؟ الرخصة معناها إباحة الشيء الممنوع منه بضرورة أو حاجة، هي الرخصة. يكون الشيء ممنوعا منه ثم تحصل ضرورة وتحصل حاجة فيرخص في ذلك الشيء الذي كان ممنوعا منه. والواقع أن هذا تفسير لغوي، وإلا فالرخصة هذا اصطلاح أصولي. الرخصة من أقسام الحكم الشرعي الوضعي. تعلمون أن الحكم الشرعي قسمان، حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. الحكم الشرعي التكليفي هو الواجب والمحرم والمندوب إلى آخره، والحكم الشرعي الوضعي هو السباب والمانع والشرط والعلة والرخصة والعزيمة الأداء والقضاء. وما الذي ما تعريف الأصوليين للرخصة؟ يقولون الرخصة هي تغير الحكم الشرعي من الصعوبة إلى السهولة لعذر مع بقاء سبب الحكم الأصلي. تغير الحكم الشرعي من صعوبة إلى سهولة لعذر مع بقاء سبب الحكم الأصلي. يقول الديماني وحكم شرع تغير إلى سهولة فيه لعذر حصل مع بقاء سبب الأصلي وسم رخصة أو لا فعزيمة العلم. مثلا لحوم الميتة أكلها حرام، هذا الحكم الشرعي الأصلي، لحوم الميتة حرام. لكن هذا الذي هو في صحراء مثلا فما وجد شيئا ليأكل وذهب عنه متاعه ووجد أكرمكم الله ميتة في الصحراء وليس له ما يسد به الرمق ويدفع به الموت إلا تلك الميتة، ما حكم أكل اللحم له؟ حرام؟ لا، صار جائزا. فهذا حكم شرعي انتقل من الصعوبة التي هي التحريم إلى السهولة التي هي الجواز لعذر. ما هو العذر؟ هو اضطراره إليها مع بقاء سبب الحكم الأصلي. ما هو سبب الحكم الأصلي؟ لماذا حرمت الميتة؟ لخبثها ولأذيتها، وهذا السبب باقي ولا مشى؟ باقي. فهذه الرخصة، لأنه إذا تغير الحكم من صعوبة إلى سهولة مع وزال سبب الأصل الحكم الأصل فهذا نسخ وليس رخصة. مفهوم الكلام؟ نعم.